5 قتلى وعدد من الجرحى في سقوط صندوق مساعدات من الجو على حشد من النازحين في شمال قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يقر بإطلاق النار على مدنيي غزة خلال توزيع مساعدات، ويعلن مواصلة القتال واجتياح رفح. غارة متقطعة على قرى في الجنوب اللبناني، والجيش الإسرائيلي يضع خططا لغزو بري محتمل للبنان. البرهان يوافق على دعوة وقف إطلاق النار الأممية، والدعم تسلم رؤيتها للآلية الإفريقية، وحمدوك في مصر بحثا عن حل. تحيات طيبات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى هذه الساعة من الرياض. قال الدفاع المدني في غزة للحدث إن 5 أشخاص قد قتلوا وأصيب العشرات جراء سقوط مساعدات من الجو على حشد من النازحين في مخيم الشاطئ شمالي غزة، مؤكدا أن الجوع يدفع المدنيين للتدافع للحصول على هذه المساعدات. اعترف الجيش الإسرائيلي في بيان له بإطلاق النار على مدنيين في قطاع غزة، لكن بيان الجيش الإسرائيلي قال أيضا إن إطلاق النار بدقة كان يستهدف أشخاصا محددين شكلوا تهديدا خلال توزيع المساعدات الإنسانية الشهر الماضي. ويأتي الاعتراف الإسرائيلي بعد تملصه سابقا من المسؤولية عن ارتكابه مجزرة دوار النابلسي التي شهدت مقتل أكثر من 110 من المدنيين. معي مباشرة من غزة مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر، يعني نواصل معك الوقوف على التفاصيل المتعلقة بهذه الحادثة، ولربما هي ليست المرة الأولى إسقاط هذه الصناديق، صناديق المساعدات، مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين.
فعلاً أحمد، يعني قبل تقريباً أقل من نصف ساعة من الآن يعني سقطت الصناديق، هذه الصناديق التي تحوي مساعدات إنسانية وإغاثية على أحياء مختلفة من مدينة غزة عبر الطائرات التي ألقتها في الأحياء المختلفة هنا من شمال قطاع غزة، حيث أن بعض الصناديق سقطت على مواطنين بشكل مباشر وأيضاً على أسطح المنازل، خاصة في منطقة أبراج الفيروز شمال مخيم الشاطئ، ما أدى ذلك إلى سقوط 5 من المواطنين في عداد الضحايا ونحو 10 آخرين أصيبوا، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة. هذه بالفعل أحمد ليست المرة الأولى والتي يسقط فيها ضحايا بفعل هذه الصناديق التي تلقيها الطائرات المساعدات الإغاثية للفلسطينيين، خاصة في المناطق الشمالية من قطاع غزة. المواطنون هم بحاجة ماسة لمثل هذه المساعدات الإنسانية والتي تأتي إما عبر الطائرات التي تعمل عملية إنزال جوي للمساعدات الإغاثية والغذائية، أو حتى التي تأتي عن طريق البر وخاصة طريقي صلاح الدين والطريق هارون الرشيد الطريق الساحلي. ولكن هذه الطائرات يعني منذ أيام أو منذ عدة أسابيع تقوم بإلقاء هذه الحاويات أو هذه الصناديق من الجو، ولكن المواطنون يقومون بالركض صوب المناطق التي ربما تسقط فيها هذه الصناديق وتتم عملية التدافع. وأيضا هذه الصناديق أحيانا تخطئ حيث تسقط على أسطح منازل المواطنين، وبعض المنازل أحمد مكون من الكرميد والصفيح، لذلك يتم يعني إلحاق ضرر بهذه المنازل وأيضا يصيب المواطنين إما عبر الحجارة التي تتطاير أو حتى حديد المنازل، لذلك يقع ضحايا ويقع أيضا مصابين كما حصل هذا اليوم قبل أقل من تقريبا نصف ساعة من الآن عندما سقط هؤلاء الخمسة في عداد الضحايا وأيضا عدد آخر من المصابين. طب خضر، يعني هل يمكن الاعتقاد مثلا بأنه هذه الصناديق صناديق المساعدات عوضا عن أن تسقط في البحر كما سقطت مثلا في المرات السابقة تم اللجوء إلى هذه الطريقة بأن تسقط تحديدا فوق المناطق السكنية بحيث لا يصار يعني إلى سقوطها في البحر وضياعها مثلا؟ نعم، يعني أولا هذه الصناديق حينما تسقط من قبل الطائرات أو عملية الإنزال الجوي أحمد، هي تتم بعملية توجيه عبر الجي بي أس للمناطق التي تقع بها بشكل محدد، ولكن الرياح الشديدة التي يعني تكون موجودة يعني تصحب هذه الصناديق إما إلى شاطئ البحر أو حتى إلى داخل البحر بعدة يعني أميال، أو حتى إلى المناطق داخل دولة داخل إسرائيل كما سقط في منطقة زكيم وأيضا منطقة قرب معبر إيرز بيت حنون إلى الشمال من قطاع غزة. وبعض هذه الصناديق أيضا يسقط في الأحياء السكنية وعلى منازل للمواطنين هنا في القطاع، لذلك لا يوجد هناك آلية محددة حول يعني أو كيفية سقوط هذه الصناديق إما في أماكن آمنة حتى يتسنى للمواطنين الحصول على تلك المساعدات التي هي داخل هذه الصناديق. لذلك نعم شكرا على كل هذه التفاصيل، يعطيك العافية من غزة مراسل حدث خضر الزعلون. وأيضا يعني الآن وصلت كذلك إلينا هذه الصور التي نشاهدها الآن، صور خاصة للحدث التي تظهر كذلك سقوط المظلات الجوية التي تحمل صناديق المساعدات على شمالي القطاع. إذن كانت مجموعة من الدول بالفعل قد بادرت باستخدام طائراتها العسكرية بهدف إسقاط مظلات جوية تحمل صناديق مساعدات، وذلك على مناطق شمالي القطاع. هذه المناطق تحديدا التي تعاني من أو يعاني مواطنوها من الجفاف ومن الجوع، وقد تحدثت وأشارت التقارير إلى وفاة عدد من المواطنين الفلسطينيين ومن الأطفال وحتى من كبار السن نتيجة سوء التغذية وسوء والجفاف كذلك المفروض على شمالي القطاع.
قبل قليل أشرنا وتحدثنا إلى أن طائرات عسكرية كانت قد أسقطت مظلات جوية تحديدا في منطقة شمال قطاع غزة. أسقطت هذه الصناديق بعض المظلات، لربما تسارع سقوطها بشكل مفاجئ من مفاجئ المواطنين، سقطت على رؤوسهم، أدى ذلك إلى مقتل 5 وتم إخلاؤهم إلى مستشفى الشفاء بحسب ما ذكر محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. هناك أيضا عدد من الإصابات نتيجة سقوط هذه المساعدات عليهم. أيضا يعني ذلك يعيدنا إلى ما حصل عند دوار النابلسي في شمالي القطاع قرب من الشاطئ، حين سقطت تلك المساعدات توجه المواطنون الفلسطينيون للحصول على هذه المساعدات، وذلك أدى إلى ارتكاب مجزرة كما ذكرت التقارير بسبب استخدام الجيش الإسرائيلي لرصاصه تجاه المواطنين. طبعا الجيش الإسرائيلي كان قد تحدث وأشار إلى أنه وجه رصاص سلاحه تجاه البعض من هؤلاء المواطنين بدقة، لكن التقارير كذلك تتحدث عن أن هذا الرصاص أدى إلى مقتل 110 من الفلسطينيين. في سياق هذه النشرة أيضا، قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه لا يجوز السماح بحدوث هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة، لأن ذلك سيتسبب في خسائر فادحة في الأرواح. تورك أشار كذلك إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت على نحو غير مسبوق، وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية. وأضاف أن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيرا للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما قد وصفه بأنه جريمة حرب. في خطاب حال الاتحاد أمام الكونغرس، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن من واجب الولايات المتحدة الأمريكية حماية المدنيين في غزة، مشيرا إلى جهوده الحثيثة في التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع. إنه من واجبنا حماية المدنيين الأبرياء في غزة. لقد أثرت هذه الحرب بشكل أكبر على جميع المدنيين في كل الحروب السابقة في غزة مجتمعة. لقد قتل 30,000 فلسطيني، معظمهم ليسوا من حماس، الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء، يتامى أيضا، ما يقرب من 2 مليون فلسطيني تحت القصف أو التهجير، حيث دمرت المنازل والمدن المجاورة، العائلات بلا طعام وماء ودواء. إنه أمر مؤلم. أنا أعمل بلا توقف لإقرار وقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع من أجل إطلاق سراح جميع السجناء وعودة الأسرى إلى ديارهم وتخفيف الأزمة الإنسانية. الولايات المتحدة تقود الجهود الإنسانية في غزة، والليلة أطلب من القوات العسكرية أن تتولى مهمة إقامة ميناء بحري مؤقت على سواحل غزة، حيث سيكون هناك شحنات كبيرة من الغذاء والطعام، ولكن لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض، ولا بد لإسرائيل أن تسمح بدخول كميات أكبر من هذه المساعدات، وسنعمل على تأمين ذلك. وقد قلت لقادة إسرائيل إن المساعدة الإنسانية لا يمكن أن تكون اعتباراً ثانوياً أو ورقة مساومة. حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون أولوية. وإذا ما نظرنا إلى المستقبل، فإن الحل الحقيقي والوحيد لهذا الصراع هو حل الدولتين. والله أمريكا توقف سلاح على تدعم اليهود، قاعد تدعم اليهود عشان تدمرنا إحنا غزة، دمر أطفالنا ودمر فينا ودمر دورنا قاعدين. وأي مين تتعملنا جبناها مساعدات؟ احنا بدناش من امريكا مساعدات، تدعم فصائل بدها تجيب لنا مساعدات، بتموتتنا وكتلتنا ودمرتنا، بدها الحين جت الشاطئ تعمل لنا، بدل ما يقولوا لنا بدنا نعمل لكم مينا ويساعدونا، يوقفوا السلاح اللي بيرموهن علينا. كل هذا السلاح الامريكي هو اللي بقتل اطفالنا وبقتلنا وين ما رحنا. بدناش احنا منهم مساعدات، بدهم يوقفوا القتل عندنا، يوقفوا الموت، وين ما نروح بنلاقي موت. التقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين الرئيس القبرصي اليوم في نيقوسيا، حيث سوف تتفقد
المنشآت في ميناء لارنكا الذي تم تحديده كنقطة انطلاق لشحنات المساعدات عن طريق البحر إلى قطاع غزة، وذلك بعد عرض من الرئيس القبرصي باستخدام الميناء الذي يقع على بعد 370 كيلومترا شمال غرب غزة. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية كذلك إن كارثة إنسانية تتكشف في غزة. معي مباشرة من رام الله المحلل السياسي محمد هواش، أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث. لعلنا نبدأ الآن بخطاب حال الاتحاد على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن. الآن هو عندما يتحدث عن أنه من واجب الولايات المتحدة الأمريكية أن تحمي المدنيين يعني في قطاع غزة، اليوم نتحدث عن أكثر من 30,000 ضحية من هؤلاء الفلسطينيين، نتحدث عن أكثر من 70,000 من المصابين والجرحى والمئات منهم بحالات إعاقة دائمة. كيف يمكن تصنيف هذا الخطاب أو هذا المضمون؟ هل هو في إطار تهدئة الأمريكان العرب في الولايات المتحدة الأمريكية للأغراض الانتخابية؟ تحية لك أستاذ أحمد وللسادة المشاهدين. أعتقد بأنه تناول يعني الرئيس بايدن تناول في خطاب الاتحاد الموضوع الفلسطيني الإسرائيلي باقتضاب بما يعني يلبي احتياجات إسرائيل ولا يلبي احتياجات الفلسطينيين. تحدث عن الضحايا فيما يتعلق بالإسرائيليين بصورة يعني واضحة جدا، وتحميل الفلسطينيين مسؤولية هذه الكارثة من وجهة نظره، وبأنها لم يسبق لليهود أن تعرضوا بمثل هذه الكارثة منذ الحرب العالمية الثانية والهولوكوست، بينما تحدث عن الضحايا الفلسطينيين بصيغة المبني للمجهول، قتلوا وتم يعني قتل الفلسطينيون من دون أن يذكر يعني حجم الكارثة التي يعني قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، تحديدا في عملية استهداف المدنيين واستهداف البنية المدنية للحياة في قطاع غزة بالكامل. رغم ذلك هو عندما تحدث عن حل الدولتين تحدث باعتباره حاجة إسرائيلية، حاجة لأن تكون إسرائيل دولة يهودية ودولة ديمقراطية، وبأن هذا يوفر الأمن والسلام للفلسطينيين، بمعنى أنه يفكر فقط في احتياجات إسرائيل في هذا الموضوع، وأن يعني ما يسمى بأن يعني أن يحصل الفلسطينيون على السلام والأمن وأن يعيشوا في المنطقة من دون تحديد يعني أن هذا جزء من حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني، وبأنه حق منصوص عليه في القوانين الدولية وفي القانون الدولي الإنساني، وبالتالي يعني تجاوز الموضوع وتركيز على احتياجات إسرائيل فقط هو يعبر عن يعني انحياز واضح جدا للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصراع إلى جانب إسرائيل. ولا نتحدث هنا عن يعني ما تقوم به الإدارة الأمريكية من تزويد إسرائيل بكل أدوات القتل التي يمارسها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وتزويده حتى الآن من خلف الكونغرس ومن خلف القوانين الأمريكية لاستخدام هذا السلاح لإسرائيل. هذا الخطاب ينسجم أستاذ هواش كذلك مع حديث بايدن عن موضوع تجهيز الميناء وإيصال المساعدات لغزة. نعم، الميناء الذي يعني يتم الحديث عنه هو يتم الحديث عن رصيف وليس ميناء، بمعنى يعني هناك تضخيم للموضوع باعتبار أن الولايات المتحدة ستنشئ ميناء في قطاع غزة، هذا غير صحيح. هناك مسار بحري من مدينة لارنكا القبرصية إلى منطقة غزة، وحتى الآن هذا يعني بعد 60 يوما من الآن ولا أحد يعرف ماذا سيحصل حتى يعني في 60 يوم القادمة. هناك إصرار إسرائيلي على استكمال الحرب والسيطرة على مدينة رفح والسيطرة على الحدود أكثر، ومنع المساعدات من الدخول إلى قطاع غزة، ومنع يعني إغلاق جميع المعابر التي يعني يتم الاستعاضة عنها ب يعني منظر استعراضي، هو هذا منظر الطائرات وهي تقوم بإنزال مساعدات غذائية للفلسطينيين، هو منظر استعراضي أكثر منه يعني حقيقي ويلبي احتياجات الفلسطينيين. طيب الآن طيب أستاذ هواش فتح معبر واحد
وإدخال الشاحنات المتكدسة في منطقة رفح وفي منطقة كرم أبو سالم لتحل هذه المشكلة، وأيضا يعني السماح لجهة فلسطينية أو جهة دولية أن تقوم بترتيب هذه العملية، عملية دخول المساعدات، لا أن تبقي المسألة بيد الجيش الإسرائيلي. طب الآن يعني بما أنه الرئيس الأمريكي يتحدث عن أنه من واجب الولايات المتحدة الأمريكية الوقوف وأن تحمي الشعب الفلسطيني، يعني ببساطة بإمكان واشنطن ألا تستخدم أي فيتو متعلق مثلا بوقف إطلاق النار في غزة، بإمكانها حتى على سبيل المثال أن تبادر بطرح مشروع قرار من شأنه أن يجبر الإسرائيليين على دخول هذه المساعدات. بدناش نحكي عن موضوع وقف إطلاق النار، دعنا نتحدث عن موضوع إدخال المساعدات إلى القطاع. نعم تماما، أنا أتفق معك تماما. تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية السماح بفتح معابر تستطيع من خلالها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية أن تقوم بهذه العملية وترتب عملية دخول هذه المساعدات إلى مستحقيها في كل مناطق قطاع غزة، لا أن تدخل يعني 70 شاحنة لا تكفي لحي بسيط جدا في منطقة رفح أو في منطقة وسط القطاع أو في شمال القطاع المحروم من كل يعني أشكال الاحتياجات الأساسية للحياة. وبالتالي يعني الموقف الأمريكي يحتاج إلى تعديل وإلى تطوير وإلى يعني أن يكون أكثر حدة فيما يتعلق بالمواضيع الإنسانية. تمام. تحديدا، ولا نتحدث عن المواضيع السياسية لأن هذا موضوع طويل وكبير ويتشعب كثيرا، لكن فيما يتعلق بحماية الحياة الإنسانية في قطاع غزة تحتاج إلى قرارات واضحة جدا. تستطيع الولايات المتحدة استخدام أدوات لديها للضغط على إسرائيل ودفع إسرائيل إلى السماح لفتح المعابر، وهناك عدة معابر من قبل يعني على الحدود مع إسرائيل، تستطيع كل الدول أن تدخل المساعدات من تلك المنطقة، ولكن إسرائيل تمنع ذلك لأن استخدام المساعدات بات جزءا من استراتيجية. شكرا جزيلا يا أستاذ هوش. إسرائيل لقتل الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين ودفع الفلسطينيين إلى الهجرة خارج قطاع غزة، وجعل قطاع غزة منطقة يعني تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي وإعادة الاحتلال إليها، وتتحدث المشاريع الإسرائيلية حتى الآن عن إعادة الاحتلال. مشكور يا أستاذ. على الأقل يعني ما يمكن تسميته الاحتلال المؤقت إلى 10 سنوات، ومن ثم هذه 10 سنوات تستمر إلى مئات السنين. مشكور إذا من رام الله المحلل السياسي محمد هو، شكرا لحضرتك. شن الطيران الإسرائيلي غارات على محيط بلدتي المنصوري وأيضا برعشيت بجنوبي لبنان. قبل ذلك نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق أخرى منها بلدة عيت الشعب جنوبي لبنان. وقالت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس هيئة الأركان هيرتسي هليفي قد أوعز بإعداد خطة لعملية برية ممكنة في لبنان وأيضا باستخلاص الدروس من حرب غزة. وأضافت القناة أن هليفي قد كلف الجنرال تشيكو تامير معدة خطط العملية البرية في قطاع غزة بالتخطيط لعملية برية جديدة في لبنان. يأتي هذا على وقع أنباء تفيد بأن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين قد جمد مهمته التي تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. اللبنانيون يستعدون لاستقبال رمضان بمشاعر متباينة، فالظروف الاقتصادية صعبة والحرب الإسرائيلية متواصلة. نسبة كبيرة من العالم عم تجي هالسنة عم تقول أنا أول سنة بدي زين، حابة تزين للولاد، حابة تغير جو عن نفسها، عرفت يعني؟ بالرغم من كل هالأزمات اللي عم نمرق فيها، هيدا الشهر مرة بالسنة بيجي ولازم نفرح فيه، فكتير عالم حابة تزين، بس الغصة بالقلب بتضلها. عم نجيب زينة رمضان وعبال عند الكل يا رب بالصحة والعافية، والله يحمي أهلنا اللي بغزة ويبعث لهم أيام حلوة غير الأيام اللي مرقوا فيها، إنه ما في مصاري والوضع ما بيسوى، وقلبنا وعقلنا عند أهل غزة، كيف نحن نحضر؟ نحن إسلام وأهل إسلام بغزة عم تموت والأطفال عم بتموت. معي من جنوب لبنان مراسل الحدث محمود شكر، أهلا ومرحبا بك محمود. نقف على الوضع الميداني، أشارت التقارير إلى أن ربما غارات قد حصلت طبعا في مناطق الجنوب اللبناني.
نعم، بالتوقيت الزمني لسير المعارك على الأرض، آخر التطورات الميدانية كانت هي سقوط عدد من الصواريخ من هذه الجهة باتجاه موقع شتولة الذي هو وراءنا مباشرة في بلدة الرميش، وكان قد سبق ذلك إطلاق عدد من القصف المدفعي باتجاه بلدتي ميس الجبل وحولة، وكان أيضا بالتوقيت الزمني قبل ذلك غارات إسرائيلية نفذها الطيران الحربي. الغارة الأخيرة كانت على بلدة برعشيت، هي التي أتيت على ذكرها، وكان قد سبقها أيضا مع الساعة تقريبا 11 غارة باتجاه بلدة المنصوري. ما عدا ذلك يمكن القول إلى أن هذه هي السلة المتكاملة للمواجهات، والتي تنقسم إلى شطرين. الشطر الأول هو الغارات ما بين المنصوري وما بين بر عشيد، والثاني هي قصف مدفعي محدود من المرابض الإسرائيلية. أما الثالثة والأخيرة هي كانت هذه الرزمة من الصواريخ التي أيضا حصلت منذ 20 دقيقة بالضبط. حزب الله نعى منذ حوالي تقريبا 3 ساعات وبثلاثة بيانات، 3 من مقاتليه من بلدة بليدة. المعلومات الأكيدة التي حصلنا عليها إلى أن هذه المجموعة كانت قد قضت منذ 3 أيام وتحديدا في غارة داخل البلدة، ولكن الجثامين كانت تحت الأنقاض، وصباحا وصلت مجموعات من الدفاع المدني إليها. نعم. وإلى أن النعي أيضا حصل بعد الظهر من هذا اليوم. شكرا جزيلا من جنوب لبنان مراسل الحدث محمود شكر. شكرا. هذه النشرة مستمرة ونتابع فيها. الصين تدعو إلى دعم الحل السياسي للصراع في السودان في أقرب وقت ممكن. فريدة في أعماق الواقع الذي يتشكل يوميا أمام أعيننا، محاولة جادة صادقة لسبر أغوار الحقائق التي لا تتأثى فرادا ولا تنشأ من عدم، بمنأى عن سابقات تمهد لها ولاحقات تتفرع عنها. تتداخل الوقائع، تتشابك الحقائق لتنسج من أدق خيوطها تفاصيل الحدث. استوديو الحدث يوميا 9 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control.
أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل الحدث بتواصل المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع في أم درمان، وأكد مراسل الحدث استهداف قوات الجيش تجمعات للدعم السريع عبر المسيرات في غرب أم درمان، وأشار إلى تجدد المواجهات في الخرطوم واستهداف الجيش مواقع سيطرة الدعم السريع في أحياء الأزهر جنوبي الخرطوم وضاحية شرق النيل شرقي الخرطوم. وقد أفادت مصادر الحدث بأن مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بشأن الهدنة في السودان تم إرجاء مناقشته مجددا، وذلك لعدم اكتمال المفاوضات داخل مجلس الأمن. وقد دعت الأمم المتحدة طرفي الصراع في السودان إلى أهمية وقف القتال خلال شهر رمضان، وطالبت الأمم المتحدة دول المنطقة بالضغط على أطراف النزاع في السودان لتنفيذ إيقاف القتال بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد. حان الوقت لإسكات البنادق ورفع الصوت من أجل السلام في السودان. أدعو جميع الأطراف السودانية إلى احترام قيام شهر رمضان ووقف الأعمال العدائية بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد ووضع خارطة طريق نحو تحقيق السلام الدائم للشعب السوداني. مندوب السودان لدى الأمم المتحدة أكد أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد رحب بمقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن وقف الحرب خلال شهر رمضان، ونوه المندوب السوداني الأممي إلى أهمية إيجاد آلية فعالة لوقف الهجمات المتبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريع. السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أرسل لي رسالة الآن يرحب بمناشدة الأمين العام لوقف العمليات العدائية خلال مرحلة رمضان مثلما التزمت بها حكومة السودان في مقررات جدة في أبريل الماضي، ولكنه يطلب منكم كيفية تنفيذ ذلك لأن الدعم السريع لا يزال في البيوتات وفي المساكن وفي الديار ولا يزال يشن هجماته المتوالية على المواطنين في الجزيرة وغيرها مما عرفتموه. ولذلك كل من يريد أن يدخل هذه المناشدة إلى حيز العمل عليه أن يأتينا بآلية تنفيذية لوقف العدائيات، وأن السودان يرحب بذلك. دعت الصين إلى دعم حل سياسي لصراع السودان، مؤكدة أنه لا بد للمجتمع الدولي أن يعمل معا للوصول إلى تسوية سياسية وإحلال للسلام في أقرب وقت في السودان. وطالبت الصين وفقا لوكالة أنباء الصين شينخوا الأطراف المعنية بالعمل على خفض التصعيد في السودان في أسرع وقت ممكن وتهيئة الظروف لمحادثات سلام، وكذلك مواصلة زيادة المساعدات الإغاثية للسودان ودول المنطقة. قوات الدعم السريع سلمت رسميا رؤيتها للاتحاد الإفريقي حول إنهاء الحرب وتأسيس الحل السياسي الشامل في السودان. وقد أعلن الدعم السريع عبر بيان في منصة أكس أن الوفد المفاوض بحث مع الآلية رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي لوقف الحرب وإعادة بناء السودان وإيصال المساعدات الإنسانية وبدء العملية السياسية وتنسيق المبادرات. البيان أضاف أن الاتحاد الإفريقي قدم شرحا لوفد الدعم السريع حول أهداف تأسيس الآلية وطبيعة الصراع في السودان وأبعاده التاريخية ودور الآلية في إسكات صوت البنادق. يصل إذن وفد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم برئاسة عبد الله حمدوك مصر خلال الساعات المقبلة، وسوف يتشاور حمدوك مع القيادة المصرية حول جهود وقف الحرب وإنهاء الأزمة في السودان. وقبل توجهه للقاهرة عقدت الآلية الإفريقية رفيعة المستوى اجتماعا مع تنسيقية تقدم لبحث الحلول المفضية إلى إنهاء الحرب في السودان واستعادة التحول المدني الديمقراطي. معي من كمبالا رشا عوض الناطقة الرسمية باسم تقدم. أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذة رشا على شاشة الحدث. وصفت هذه الخطوة خطوة وجود تقدم في القاهرة برئاسة حمدوك بطبيعة الحال بأنها إيجابية. من سوف تلتقي تحديدا اليوم تقدم إضافة للقيادة المصرية؟ وهل هناك حديث عن لقاءات مع معارضة سودانية في القاهرة؟
بدءا التحية لك والتحية للمشاهدين الكرام. زيارة وفد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم إلى القاهرة تأتي في سياق بحث تقدم عن حلول للأزمة السودانية، عن السلام وعن إيقاف هذه المقتلة التي يتعرض لها السودانيون. وهذه الزيارة هي تأتي في سلسلة من زيارات سابقات، الهدف منها هو الحوار مع الجوار الإقليمي للسودان حول أهمية إحلال السلام في السودان، وحول أن هذه الحرب الدائرة لا حل عسكري لها. الزيارة لمصر تحديداً تعتبر اختراق في زيارات تقدم، لأن مصر دولة مؤثرة في الإقليم ولها ارتباط وثيق بمجريات الأحداث في السودان، وبالتالي الحوار معها يكتسب أهمية كبيرة. أستاذة رشا، يعني تتحدثين أو تشيرين إلى موضوع إنه البحث عن طبيعة لحلول توقف هذه الحرب، هذا الطرح ماذا يختلف عن 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 أي مبادرة أخرى؟ يعني من يسمع مثلا مبادرات الجانبين أو الكيانين المتصارعين اليوم، الجيش وقوات الدعم السريع، يجد إنه من كتب الخطابين واحد، شخص واحد، وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار، دخول المساعدات، دخول المساعدات، الحرص على حياة المدنيين، الحرص أيضا على حياة المدنيين. يعني ما الجديد يعني في طبيعة الطروحات وكل هذه المبادرات التي يبدو أنه مضمونها واحد، لكن الاختلاف على الآليات؟ ما تطرحه تقدم هو إيقاف الحرب، وهي تطرح خارطة الطريق تميزها عن بقية المبادرات. خارطة الطريق هذه تقوم على إنهاء هذه الحرب وابتدار عملية سياسية كفيلة بأن تجعل هذه الحرب آخر حروب السودان، لأنها تخاطب القضايا الجوهرية التي تسببت في اندلاع الحرب. ما الآليات والضمانات يا أستاذة رشا؟ ما الآليات والضمانات وأين الطرح الجديد؟ الطرح الجديد هو مخاطبة جذور الأزمة، مخاطبة قضايا لا تخاطبها المبادرات الأخرى، ومنها مثلا على سبيل المثال الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية والفيدرالية الحقيقية، وهكذا عدد من القضايا خاطبتها خارطة الطريق تقدم بجرأة هي غير موجودة في المبادرات الأخرى. وكذلك الحل الذي تطرحه تقدم هو حل حقيقي يخاطب المشكلة في جوهرها ويحذر من الحلول المؤقتة التي تجعل الباب مفتوحا على مصراعي لتجدد القتال مرة أخرى. طب ماذا عن موضوع لقاء البرهان وحميدتي؟ أشار ربما حمدوك في تقرير سابقة إلى أنه يتم الترتيب ربما للقاء على هذا المستوى وتحديدا في إحدى العواصم الإقليمية. هناك مساعي سودانية وإقليمية ودولية لأن تنتهي هذه الحرب على طاولة مفاوضات، وهذا يتطلب لقاء القيادتين العسكريتين، ولكن سبق أن تحددت مواعيد محددة لهذه اللقاءات ولم يتم اللقاء، مما يدل على أن ليست هناك إرادة سياسية كافية للجلوس إلى طاولة المفاوضات. ما نسعى له هو الضغط على الطرفين، ونأمل أن تكون هناك ضغوط دولية كافية عليهما لتغليب خيار السلام. طب أنتم تحدثتم عن أنه هذا اللقاء يجب أن يكون دون وجود يعني أي شروط مسبقة. اليوم قيادة الجيش تضع شروطا متعلقة بوقف إطلاق النار وأيضا خروج قوات الدعم السريع من الأعيان المدنية. في البداية بدءا يجب أن يقبل الطرفان بالجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف العدائيات بصورة غير مشروطة. كل التفاصيل
يتم نقاشها على طاولة المفاوضات. المهم والجوهري في الموضوع هو عدم الإصرار على الحلول العسكرية وعدم اللجوء إلى حيل كسب الوقت وتوهم أن هناك انتصار ما يلوح في الأفق. هذه الحرب يجب أن تتوقف الآن وليس غدا، لأنها عذبت السودانيين وشردتهم بما يكفي. لا وقت للمناورات، لا وقت للتهرب من دفع استحقاقات السلام. لابد من لقاء غير مشروط بين القيادتين للتفاوض حول وقف العدائيات، وبعد ذلك تتم مناقشة التفاصيل على طاولة التفاوض. تحدث بالتأكيد عن قتال وصراع سوف يكمل يعني عامه الأول، ونحن على بعد أيام من شهر رمضان الكريم. إذن من كمبالة رشا عوض الناطقة الرسمية باسم تقدم، شكرا جزيلا لك. قال وإياكم مشاهدينا الكرام إلى بعض هذه الصور التي وصلت إلى غرفة الأخبار والتي تؤشر إذن إلى استهداف كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مجموعة من الجنود الإسرائيليين. نشاهد. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. إذن كانت هذه بعض الصور التي وصلت إلى غرفة الأخبار تؤشر إلى استهداف كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس جنودا إسرائيليين. في سياق وملف آخر، أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل شخصين اثنين وإصابة ثالث بجروح بليغة إثر قصف شنته طائرة مسيرة على إحدى قرى محافظة دهوك بإقليم كردستان. المصدر قال إن طائرة مسيرة تركية استهدفت ثلاثة مواطنين أثناء جمع نباتات وأعشاب ربيعية برية، وبين أن القصف أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح بليغة. وأضاف في السياق أن الأهالي والقوات الأمنية لم يصلوا إلى موقع الحادث لانتشال الجثث لوعورة المنطقة. وقصفت تركيا مرارا مناطق في إقليم كردستان في شمال العراق بالطائرات والمدفعية بهدف القضاء على حزب العمال الكردستاني الانفصالي الذي يتخذ من هذه المنطقة مقرا له. وقالت مصادر عراقية إن رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني منح القوى الفائزة في انتخابات مدينة كركوك 10 أيام للتوافق على توزيع المناصب قبل أن يطرح هو رؤيته لإدارة المدينة، فيما تميل القوى السياسية إلى التناوب على تسلم منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة فيما يشبه لعبة الكراسي. طالب وزير المواصلات في حكومة إقليم كردستان العراق آنو جوهر بأن يضمن طريق التنمية العراقي حقوق الشعب شعب الإقليم، وأضاف أن المباحثات جارية للوصول إلى اتفاقية تضمن حقوق الشعب العراقي ككل والشعب الكردستاني في هذه الاستراتيجية أو هذه المشاريع الاستراتيجية. بالتأكيد هنا استخدام أرزاق المواطنين والمعاشات والميزانية التي تخدم مواطني الإقليم والبنى التحتية والدواء للمرضى ومستحقات ذوي الشهداء وذوي المؤنفلين وعلاج المتضررين من القصف الكيميائي للنظام الدكتاتوري، كل هذه المستحقات التي تم إيقافها لأكثر من 10 سنوات من قبل الحكومة الاتحادية واستخدام أرزاق المواطنين كورقة ضغط سياسية
بالضبط من شعب كردستان وحكومة إقليم كردستان والإرادة الحرة لشعب إقليم كردستان، هذا موضوع صراحة يعتبر انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان. معي مباشرة من أربيل العميد عياد الطوفان الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية. سيادة العميد أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث. يعني اسمح لي هنا أن أشير، استكمالا لكل الهجمات السابقة سواء من الفصائل المسلحة في بغداد، سواء الضربات الأمريكية على أهداف هذه الفصائل أيضا في العراق، نجد أيضا أن تركيا تقوم بعمليات متواصلة مستمرة تستهدف حزب العمال الكردستاني. ألا يحرج كل ذلك الحكومة الاتحادية؟ تحية طيبة سيد العزيز، تحية لمشاهدي قناتك الكرام، ومنتهن عليه نفسي يصل الهوان عليه. هذه العملية السياسية الفاشلة التي بدأت منذ عام 2003 ولحد الآن جاءت بنفس طائفي مقيت بحقد وانتقام، دمر الدولة العراقية، نزع كلمة السيادة عن محتواها وما تعنيه في العراق، تبعها المحاصصة والفساد الذي أنهك هذه الدولة على مدار 20 عام. ولهذا السيادة لا تتجزأ، الفصائل التي تقوم بقصف الأمريكان الذين نرتبط معهم باتفاقية أمنية وعرضت حياة المواطنين خطر. السيادة خرقت من قبل حتى الأمريكان عندما قصفوا أهداف ضمن المناطق السكنية وممكن أن تؤثر عالقليل نفسيا على المواطنين. السياكة انتهكت منذ أن قامت إيران بقصف كثير من المدن العراقية من ضمنها الإقليم وما ذهب ضحيته رجل الأعمال بشرى وطفلته والرعب الكبير الذي حل في المنطقة. نعم. الآن أتممت القصة هي الحكومة التركية. يا سيد العزيز بلغة الأرقام أتحدث. تفضل. منذ 1/1/2024 لحد 1/3/2020 تركيا شنت 230 هجوم 230 هجوم على الإقليم وأربع هجمات على مدينة الموصل، توزعت كالآتي: 12 هجوم بطائرة مسيرة، 194 هجوم بالطائرات الحربية، و28 هجوم بالقصف المدفعي. توزعت منها 35 في السليمانية، 109 في دهوك، 186 في أربيل. ما فقدناه منذ عام 2015 لحد الهجوم البارحة كان 152 مواطن بريء. يا سيدي ليس هذا هل فقط، هل 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 هو مبرر يعني سيادة العميد؟ سيادة العميد أعياد، هل ذلك يبرر لأنقرة أنه هناك عناصر لحزب العمال الكردستاني وهي لربما تستند إلى اتفاقيات سابقة متعلقة بالتوغل في عمق الأراضي العراقية أظن لمسافة 60 كيلومتر في سبيل القضاء على من يهددون السيادة التركية؟ هذا سؤال جيد. هذا سؤال جيد. أكمل فكرة الأولى. فضل. قبل 2003 كانت الإطلاقات للدفعات المائية لنا 33 مليار، الآن أقل من 11 مليار سنويا. عندما تكون ضعيف ومسلوب الإرادة ومنتهك داخليا وخارجيا هذه النتائج. جوابا على سؤال جنابك، فضل. صحيح أنا أتفق مع الأتراك ومع كل الدول، الحدود لا يمكن أن تمسك بطرف واحد، والشاهد لدينا الحدود الأمريكية المكسيكية. عندما لم تكون المكسيك جادة الحدود مخرقة رغم كل الأعمال التي قامت بها أمريكا. صحيح نحن نرتبط مع الأتراك باتفاقية أمنية خولتهم الدخول لمتابعة لمطاردة المطلوبين ضمن البلد من 3 إلى 5 كيلو، إذا زادت أكثر من هذا يجب إعلام القوات العراقية على للتوغل 35 إلى 50 كيلو. لكن على أن لا تبقى القطعات ضمن الأراضي العراقية أكثر من 72 ساعة. لكن الجميع لم يلتزم بهذه الخروقات جميعا. لدى الجيش التركي لديه في العراق ما بين سيطرة وموقع ومعسكر وقاعدة 151 موقع، 5 قواعد جوية كاملة فيها،
كبيرة يعني ممكن تنزل الطائرات وتخرج في رمضان هذا والقبلة. وزير الدفاع التركي يأتي إلى قاعدة القاعدة في التركية في العراق ويبقى ليله ونهاره ويفطر ويسحر ويفطر اليوم التالي ويسافر بدون علم العراق. هنا أريد أسأل من الذي يستنكر هذه الهجمات؟ كم نائب لدينا في البرلمان يحمل الجنسية التركية؟ كم وزير، وأؤكد على كلمة وزير، كم وزير يحمل الجنسية التركية؟ وكذلك حتى الخروقات الإيرانية، كم قائد لدينا قضى وطر من حياته في إيران وكم منهم يحمل الجنسية الإيرانية؟ طيب سيادة عميد، الآن يعني الاستقلالية والاستقلال الوضع المناطقي والسيادة مخروقة تماما لدينا يا سيد العزيز. سيادة العميد الآن يعني برضو حتى الواقع على الأرض، يعني تقارير يعني تشير إلى أنه مثلا الحشد الشعبي يدعم حزب العمال الكردستاني، عندما نتحدث مثلا عن سنجار غربية الموصل، مخمور شرقية الموصل، سلسلة جبال حتى يعني قنديل بشمال الإقليم، هي تقفل وتحكم حصار الإقليم. سيادة العميد سريعا لو سمحت. صحيح صحيح، ولهذا المصالح الفئوية هي التي تتغلب عن المصالح العامة لهذا الشعب. أنا أؤيد هناك كثير من هؤلاء المناوئين إلى الأتراك من تحتويهم أنت كدولة أو كمؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية لا تحتاج ولا تستنكر إذا قامت تركيا بقصفهم أو النيل منهم. إذن يجب أن نكون ضمن اتفاقية أمنية لتأمين حسن الجوار وتأمين الحدود، وإلا اللف والدوران لا يجدي نفعا. نحن أمام بلد إذا بقينا على هذا الحال الجميع سوف يتم التجاوز على حدودنا. ونقطة مهمة أريد أقولها سريعاً لجنابك ولجميع أخواننا المشاهدين، العراق لم يوقع ولا على أي اتفاقية ترسيم حدود أبدا، لكنها دائما تفرض عليه عندما يكون ضعيف داخل يعني على المستوى المحلي أو الداخلي أو يكون شكراً. في حالة حرب، وهذا ما تسعى إليه الدول لتغيير ديموغرافي للحدود. إذن من أربيل العميد عياد الطوفاني وزارة الدفاع وداخلية أحد في الشؤون السياسية قوية حتى نكون مستقلين. شكرا جزيلا سيادة العميد، أعطيك العافية. شكرا سيدي. على رأس الساعة يلقاكم زميل محمود الورواري، ابقوا معنا.